السلام عليكم، معكم عبد الصمد النيالي لاعب فريق سيفيتش برشيد. كيدوز بحالي بحال سائر المواطنين، ملتزم بحجر صحي وكنخرج الا للضروره. وبالنسبه للتدريب ديالي كنقوم بها داخل المنزل مع ستاف تكنيك ديال الفريق، عطينا واحد بروغرام في واتساب، ولا اضطريت انني بعض المرات كنخرج للغاب. بالنسبه للاعب اللي كنتمنى ندوز معاه حجر صحي هو لاعب الأسطورة رونالدينيو، اللي بحكم أنني كنلعب نفس البوز ديالو وكنخدمو لنا غير شوية وخا داك باس الأخر في الفرقة. ما كاين شي واحد اللي كيخلق جو زوين، كلشي كيخلقو الدراري جو زوين. كنعتبر راسنا خوت، عائلة وحدة، شي كيطلع على شي، ولكن وقت الخدمة راه الخدمة. احسن ذكرى عندي لحد الان هي الصعود مع فريق رجاء بني بلال للقسم الوطني الاول السنه الماضيه. الا كانت غتكمل البطوله غادي نمشيو نستعدو لها بما في الكفايه ونكون واجدين ان شاء الله البطوله. الا ما كانش راه غادي نسافر، حاجه باينه هادي ضربت العاتينه في الراس. ان شاء الله كنتمنى من الله عز وجل يرفع عندنا هذا الوباء ونرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا ان شاء الله.